منشطات وعناوين صحف اليوم آخر أيام شهر يناير 31 يناير 2016 نتابعها اليوم مع الصحفية الأستاذة نفيسة الصباغ. صباح الفل. صباح الخير. منشطات صحف اليوم نبدأها مع جريدة الأهرام صفحة 1، السيسي يبحث مع دي سالين تطورات ملف سد النهضة. عندنا كمان خبر من المصري اليوم صفحة 1 أيضا بيقول الغرب يبدأ الحشد لضرب داعش ليبيا. من الشروق صفحة 1 مصادر بتقول المركب الغارق قرب السودان اصطدم بالشعاب المرجانية. من الوطن صفحة 3 لجنة اللايحة تستحدث مادة لسحب الثقة من رئيس البرلمان. من المصري اليوم صفحة 3 البنك الدولي قرض المليار دولار يتضمن خفض الأجور والدعم. من الشروق صفحة 1 الطفلة المعجزة فيروز أكيد ترحل في 73. من الأهرام زحام كبير في معرض الكتاب على مبادرة كتاب ورغيف. وأخيرا من الأخبار صفحة 1 يد الفراعنة إلى المونديال، يد الفراعنة إلى المونديال والأولمبياد والرئيس يهنئ المصريين بالإنجاز. وأكيد احنا كمان بنهنئ المصريين بالإنجاز، امبارح مصر طبعا بطل أفريقيا للمرة السادسة مش كده؟ أكيد. وخلاص كده تعتبر مصر فريق الفراعنة في كرة اليد، تأهل للمونديال. خلاص ده شيء لطيف جدا، وللأسف احنا ما بنتابعش كرة اليد كويس، مهتمين بالقدم بس وباقي الالعاب ما بنتابعش. يعني هم بيفرحونا ودول بيحبطونا. الله العظيم، خلينا كده نفرح بقى. يعني الف مبروك طبعا لفريق كرة اليد، وبالتوفيق في القادم. القادم اصعب اكيد اكيد. طيب خلينا نروح لزيارة الرئيس السيسي لاثيوبيا، ودي زيارة هامة جدا جدا على خلفية سد النهضة واتفاقات سد النهضة. السيسي يبحث مع رئيس وزراء اثيوبي ديسالين تطورات ملف سد النهضة. هي كمان هو جاي على هامش افتتاح قمة الاتحاد الافريقي ال 26، ومصر خلاص رجعت بتشارك في دورها في الكيانات الافريقية والاتحادات الافريقية كالمعتاد. وبما انها موجودة هناك كمان، فكان مهم جدا ان الملفات المشتركة الثنائية بين مصر وبين باقي الدول يتم فتحها ومناقشتها. كل الكلام اللي منشور في الصحف بيقول ان خلاص يعني قبل نهاية السنة هيكون موضوع حل الملف، انتهى ملف سد النهضة وصار فيه القرارات بس يعني ربنا يسهل ويبقى معدل الحوار والمناقشات والإجراءات الثنائية أسرع من معدل البنى على الأرض. كل المؤشرات بتتكلم عن أنه التطورات طبيعية وماشية في الاتجاه السليم. بس ما فيش أي كلام خرج عن ما ورد عن هذه اللقاءات حول سد النهضة. يعني بص، تفاصيل فنية دقيقة ما يعني ما أعتقدش. أعتقد أن التفاصيل الدقيقة ممكن حتى مش في لقاءات المسؤولين السياسيين. التفاصيل الدقيقة أعتقد أن ليها علاقة بلجنة الخبراء اللي هي ممكن تقول لنا أي حاجة، وخبراء يقولوا لنا ده معنى إيه. هي فكرة كلام السياسيين ان هو احنا حريصين على المصلحة المشتركة طول الوقت، بيبقى ده الكلام في اللقاءات. تمام. خلينا نروح للخبر الثاني من المصري اليوم صفحة 1 الغرب يبدأ الحشد لضرب داعش ليبيا. ايه ده؟ من اول امبارح كانت ايطاليا اعلنت ان بعد الفشل في تشكيل حكومة الوحدة في ليبيا، الغرب مستعد لضرب ليبيا. ليه؟ أوباما لضرب مواقع داعش في ليبيا. طب هم يعني هو هم دلوقتي تحديدا دلوقتي بقى؟ هي المشكلة داعش في ليبيا موجودة من فترة. مصر كانت بتحذر طول الوقت داعش في ليبيا لازم دعم للجيش الليبي عشان يقدر يواجه داعش. داعش تقريبا على حدود مصر في ليبيا في اكتر من مكان قرب حدودنا الغربيه. فدلوقتي تحديدا ليه ما عنديش فكره. في كلام كتير بيتكلم على ان البغدادي
قد يكون اتحرك من سوريا والعراق متجه ناحية ليبيا بحيث ياخدها مقر ليه. وهو كان هدد قبل كده انه لو حصل تدخل في غربي في ليبيا هيعمل ليبيا مقر خلافته المزعومة. ففي النهاية ليه اعتقد دلوقتي ان وليه ليه دلوقتي ده جزء منها بيبقى وليه حسبة وليه التفتيح في مصالح. اكتر من جبهه اذا كان هو المطلوب كان الانسحاب من بعض الجبهات يعني. هو اكتر من جبهه خلينا نتفق، لما بنكون بنتكلم مع نوع عن نوع من الارهاب زي ارهاب داعش لازم يتضرب في كل مكان في نفس الوقت. بس هي الفكره هل هيتضرب بجد؟ ما هو بالظبط، ما هو ده يعني بقى هو الفكره، الضربات ولا هي الحقيقيه مصالح مثلا خفيه دايما في العراق وروسيا، في العراق وسوريا بدأت تبقى ضربات موجعة للتنظيم بجد بعد ما روسيا بدأت تضرب. قبل كده كانت يعني اللي هو يعني بنهزر مع بعض، ده ضربات كده وخلاص، وكأنهم بيضربوا الطيارين بتوعهم مش اكتر من كده. فهل انتوا رايحين تستهدفوا داعش في ليبيا فعلا؟ طب هل هيتم اتفاق حقيقي مع القوى الاساسيه الليبيه الموجوده مع الحكومه الليبيه؟ مين الغرب دول يعني؟ مين القوات اللي هتشارك في لا احنا الضربه بنتكلم دي؟ على او يعني دول كتير التحالف لسه ما صدرتش قرارات يعني ايه؟ نهائيه، نفس دول التحالف اللي وفي بتضرب في اتفاق سوريا؟ مع الاتحاد الافريقي، في مناقشات مع الاتحاد الافريقي كمان بحيث يتعاملوا مع فكره المشاكل الارهاب في افريقيا بشكل ومصر عام. دور حد اعلن حاجه؟ ومصر المفروض ان هم هيحضروا الاجتماع اللي هيتم مناقشة فيه طيب. اللي هتم مناقشة الموضوع فيه. طيب هنشوف الأيام القادمة هتسفر عن إيه يعني. ده كده الضرب جنبنا لازق بقى كده، جنبنا لازق. هي الفكرة لو ترتبت بشكل جيد، لو تم استهداف أهداف حقيقية بالتوافق مع الدولة، من يمثل الدولة الليبية، ربنا يبقى يستر. بشكل او باخر ممكن تبقى ضروره. بس لو في الاخر انا بلعب معاهم بحيث ان انا اقدر اهرب النفط او حاجه زي ما كان بيحصل في العراق، يبقى احنا داخلين في مرحله بالظبط. صعبه قوي. طيب ايه حكايه المركب الغارق بقى قرب السودان؟ مركب مركب عليها مصري؟ صيادين مصريين اصطدمت بشعاب المركب مرجانيه، الغارق قرب السودان اصطدم بالشعاب المرجانيه. وكان للأسف انجرفت التيار جرفة، وفي كلام عن أنها ممكن تكون وصلت إريتريا. تم انتشال 2 ويبدو أن في وفيات كمان. المؤسسة العسكرية بعتت مركب للإنقاذ عشان تساعد في انتشال أو البحث عن هي عليها المركب. كام؟ قايلين عليها كام ولا مش؟ أعتقد عليها 16 صياد مصري. فهو في وسط الأجواء الصعبة اللي كانت الفترة اللي فاتت طبعا، يعني ربنا يرجع الأحياء منهم يا رب بالسلامة يا رب. وتنتهي طيب عملية الإنقاذ بسرعة. نروح بقى لأخبار البرلمان ومن الوطن. لجنة اللائحة تستحدث مادة لسحب الثقة من رئيس البرلمان. أعتقد أن ده شيء جيد، فكرة أن ما تفضلش رئاسة البرلمان في إيد شخص واحد طول الوقت، ده شيء مهم. فأنا مع أن طول الوقت يبقى في إمكانية سحب الثقة من أي حد، فده شيء جيد، دي آلية جيدة، لأن مش مطلوب إن أنت تنتخبي رئيس للبرلمان أو مدير أو تعيني مدير مدرسة أو في كل المناصب بالمناسبة اللي فيها مصالح عامة. ما ينفعش مجرد ما الشخص يبقى موجود فخلاص يبقى هو اتحكم على مرقوصيه بوجوده لفترة. مين المفروض يسحب بعينها الثقة يعني؟ ما احنا عايزين نعرف هو مين اللي في ايده احنا بقى بنتكلم في يعني البرلمان نفسه، هو اللي قادر في الحالة دي على الثقة، سحب مش رئيس الثقة من الجمهورية. الرئاس. لا لا مش رئيس الجمهورية، دي اللائحة الداخلية اللي بتنظم بس تعامل النواب مع بعضهم. أيوة. لا لا مش الرئاسة. طيب مش الرئاسة. طيب عايزة تضيفي حاجة في الخبر ده لا أنا سعيدة البنك الدولي يعني بقى. يعني طيب البنك الدولي بيقول قرض المليار دولار يتضمن خفض الأجور والدعم. ده بديهي، ده بديهي ليه بديهي. شروط اللي هو الناس اللي كانت طول الوقت تتكلم عن إن قانون الخدمة المدنية ما بيخفضش الأجور.
اللي حصل ان معدل الزياده في الاجور خلال الربع الاولاني من السنه دي اقل معدل زياده في الاجور مقارنه بالثلاث او اربع سنين اللي فاتوا خلال نفس الفتره اللي هي المفترض عاده بيبقى فيها ارتفاع بشكل او باخر. المشكله اللي كانت الناس طول الوقت تقول القانون مش هيأثر، لا القانون كان بيأثر، والقانون اعتقد ان هو كان معمول عشان الاجراءات القرض عشان اجراءات القروض الدوليه بحيث يتخفض عدد الموظفين وتخفض المرتبات بتاعتهم. ازمتنا ان احنا بنلف في نفس الدايره المفرغه تاني، قروض خارجيه بتتطلب اعباء بتروح على الموظفين. انا عندي جهاز دولة مثقل بالأعباء فعلا، ده حقيقي جدا، بس مش وقت ان انا اقلص عدد الموظفين وانا لسه ما فتحتش سوق عمل للشباب. فطول الوقت انا مهم ان انا اوفر سوق عمل، فرص عمل جديدة الاول، عمل وبعدين ابدا اقلص الموظفين اللي انا مش محتاجاهم. لان في النهاية كل موظف حتى وان كان زيادة عن حاجة الجهاز الإداري المصري هو عبارة عن أسرة بيتصرف عليها، فيها اكتر من فرد ما بيشتغلوش. بعدين هل هي ذات السياسه الاقتصاديه القديمه هي نفس السياسه الاقتصاديه القديمه اللي معتمده على القروض في الاخر؟ يعني احنا ما شفناش لسه فعلا حاجه بتيجي بره القروض، يا اما قروض من الخليج يا اما على مستوى البنيه التحتيه. في بنيه تحتيه بتتعمل كويس جدا، ده مؤكد، ما فيهوش اللي مش هيقول ده هيبقى بيهرج. لكن على مستوى السياسة الاقتصادية أنا شايفة نفس الفكرة. أنا ما عنديش توجه جاد وقوي واضح وحقيقي لأن أنا بعمل صناعة وطنية. ما عنديش توجه جاد لأن أنا بشغل المصانع الواقفة عن العمل والإنتاج. ففي النهاية القروض دي للأسف لو فضلت بالشكل ده من غير ما يبقى عندي قاعدة إنتاجية محلية بتشتغل بتصب فيها، انا في النهايه هفضل الف في نفس الدايره، بزود الديون، بزود اعباء الديون، بقلل فرص العمل المتاحه، وما بعملش انتاج، فبفضل معتمده على سعر العمله اللي جايه من بره لاني بستورد كل اللي انا عايزاه من بره. ايوه دي مشكله. لازم نبتدي فعلا نفتح استثمارات وصناعات، ويبتدي بقى مصر يبقى عندها اكتفاء ذاتي كمان داخلي. انتاج أيوة. محلي، لان احنا كمان مش عارفين مختلفة. احنا بكره في ايه يعني مع ابواب الحروب المفتحه حوالينا في كل ناحيه دي. انت لازم تعملي اكتفاء ذاتي لنفسك من كل حاجه صناعيا وكل شيء يعني. طيب في خبر طبعا عن رحيل فيروز، احنا اتكلمنا عنها في المقدمه، لو انت عايزه تضيفي حاجه عن ظروف يعني ما اعتقدش ان هقدر اضيف اكتر من انها كانت فعلا حد مبهج جدا 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 لحد بس هي نعرف ظروف طب الوفاه مثلا. كانت هي مريضه، هي اصيبت بالتهاب رئوي ودخلت المستشفى، اعتقد انها توفت خلال 24 ساعه او حاجه كده في المرحله الاخيره. فهي كانت تعبت جدا ودخلت المستشفى وتوفت. تعزينا للأسرة المصري كله. معرض الكتاب في الأهرام، زحام كبير في معرض الكتاب على مبادرة كتاب ورغيف. وأكيد لسه كنت بقول معرض مش بس كتب، يعني أكيد الكتب مهمة والقراءة مهمة، لكن كمان في فعاليات كتيرة قوي ومبادرات كتيرة قوي. هي المبادرة دي معمولة عاملاها وزارة التموين، اللي هم عندهم نقاط باقية من بطاقات الخبز ممكن يشتروا بيها كتب. ايه ده، الله، دي قولي تاني كده عجبتني. في ناس اكتشفت الفكرة وهي في معرض الكتاب، وفي ناس سمعت عنها من لا قولي تاني كده عبارة عن ايه المبادرة. الأشخاص، وزارة التموين بالنسبة للأشخاص اللي البطايق التموينية بطاقات التموينية بتاعتهم لسه فيها نقاط أو فلوس ممكن يستهلكوها وما اشتروش بيها الخبز، ممكن يشتروا بيها كتب من معرض الكتاب يستخدموها. ده حلو قوي. ففي ناس كتير تقريبا كانت بتسال وبتستفسر، وفي ناس بتستغل النقاط اللي عندها عشان تجيب كتب. فده كان مبادره ظريفه جدا، واضح انها لاقت
استحسان عند عدد من الناس. ايوه جميل والله، جدا. وحلو تشجيع القراءه يعني. يعني الواحد بيروح معرض الكتاب كل سنه يجيب كتب ويركنها، فاللي هو المفروض المشكلة نجيبها نقراها بقى مش يعني كده؟ المفروض نجيبها نقراها بعد كده يعني. هو الزحام اعتقد ان هو كمان مهم جدا المتابعة بجد للفعاليات المختلفة اللي بتتعمل هناك، للمناقشات، للندوات، وكل الفعاليات اللي هتلاقيها الثقافية والفنية اللي معمولة على هامش المعرض. اعتقد ان ده كمان مهم جدا ان احنا نتابعه أكيد اول باول. أكيد. والواحد يشوف طوابير على المعرض، على شباك تذاكر المعرض، دي حاجة يعني مش بس طابور الجامعية يعني، كويس قوي، ده حاجة لطيفة ده جدا كويس يعني، جدا. حاجة لطيفة جدا. طيب يد الفراعنة احنا يمكن اتكلمنا عليه في البداية، يد الفراعنة المونديال والأولمبياد والرئيس يهنئ المصريين بالإنجاز، أكيد احنا قلناها في البداية. احنا اتكلمنا عنه طبعا في البداية، والف مبروك لمصر، وشكرا لفريق اليد اللي عمل مباراة ممتعة بجد امبارح، لانه كان ماشي الاثنين الحقيقة خطوة عملوا بخطوة مباراة ممتعة. مع الفريق بالظبط التونسي، وفي النهاية التفوق يعني. في النهاية لا فمبروك يصح الا يعني. الصحيح. تونس حبايبنا يعني، بس لا يصح الا لا الصحيح. بس هما كمان لعبوا مباراة حلوة جدا معلش، ما يعني. فعلا في الاخر هو المتعه انه الفريقين يبقى اقوياء، بالظبط، دي انه حقيقة. يبقى ماشيين كده بونت 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 بونت، فتحس انت المشاهد بقى والمتفرج يستمتع كمان اكتر يعني ده حقيقي جدا، بالفرجه دي. اكيد مبروك حقيقي جدا. لفريق كره اليد والفراعنه. انا بشكرك جدا جدا لا على وجودك معانا ومتابعه صحافه اليوم الصحفيه الاستاذه نفيسه الصباغ، رئيسه تحرير موقع مصريون. فقراتنا لسه متواصله معاكم، راجعين بس بعد الفاصل.